أعزائي من جبل الزيتون، لما نتفرج على مدينة القدس أورشليم نتذكر كل عمل الفداء اللي قام فيه يسوع المسيح. تخيل معي اليوم الناس بتيجي من كل أنحاء العالم بتسير في طريق الآلام فيا دولوروسا، وكثير بيحبوا يعني المشهد بحمل الصليب، وفعلا بيروحوا لكنيسة القيامة حتى يتذكروا آلام المسيح. أحبائي، المسيح تألم من أجلنا، وطبعا سواء بالسير في فيا دولوروسا أو لا نسير، لكن الفكرة كفكرة فكرة رهيبة جدا، إنه نتخيل كم تألم المسيح من أجلنا. كل هذه الآلام مكتوب عنها: الذي بحبره شفينا، الذي بجلدته شفيتم. فإذا من أورشليم بحب أصلي لكل مشاهد، إذا بتعاني من أي ألم نفسي أو ضعف جسدي أو مرض، بصلي باسم الرب يسوع يعطيك الشفاء الكامل اليوم.